الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل في الدين زكاة؟ لي ديون عند بعض الأشخاص وبعضها قديم، فهل أزكي عنها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية مبنية على القدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. ومن المعلوم أن من واجبات الشريعة الزكاة، ومن جملة ما تجب الزكاة فيه الديون، إلا أن أهل العلم رحمهم الله قسموا الدين إلى قسمين باعتبار المدين لا باعتبار الدائن. فالدين باعتبار المدين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الدين على المليء الباذل له متى ما طلبه الدائن منه، فإذا كان بعض ديونك على أناس يقدرون على السداد متى ما طلبت ذلك منهم، فليسوا بمعاندين ولا مشاكسين ولا منكرين جاحدين ولا مماطلين. فإذا كان بعض ديونك على أناس مليئين قادرين على السداد، فالواجب عليك مباشرة أن تخرج الزكاة عن هذا الدين كل سنة، أو تؤخر حتى تقبضه ثم تخرج زكاة السنين كلها. هذا إذا كان الدين على مليء باذل له متى ما طلبته منه. وأما القسم الثاني من أقسام الدين فهو الدين على غير المليء، وإذا قال الفقهاء المليء فإنهم يقصدون به من توفر فيه شرطان: أن يكون واجدا باذلا، وضد الواجد المعدم الفقير الذي لا يجد سدادا لدينه. فإذا كانت بعض ديونك على أناس فقراء لو طلبت سداد الدين لم يجدوا سدادا، فهذا النوع من الديون لا زكاة عليك فيه. وكذلك قولنا باذل، هذا قيد يخرج الواجد المماطل. فإذا كانت بعض ديونك على أناس عندهم سداد ولكنهم مماطلون لا يسددون حتى وإن طلبت ذلك منهم أو هددتهم بالمحكمة، فإنهم يصرون على المماطلة وعدم السداد. فإذا كانت بعض ديونك عند أناس مماطلين جاحدين فلا زكاة عليك فيها يا أخي الكريم. فإذا كان الدين على مليء وهو الواجد الباذل ففيه الزكاة، إما أن تخرج زكاته كل سنة من عندك أنت، وإما أن تحسب السنوات فمتى ما قبضته في يوم من الأيام فتخرج زكاة السنين الماضية كلها. وأما الدين على غير المليء فإنه لا زكاة عليك فيه، والله أعلم.